حالك انت راخ؟ الحمد لله على سلامتك. لو يا شيخ يا ريتني ما سلم. داني كنت حترمي الفرح لما قالوا لي انهم افرجوا عنك. حد يفرجوا عني ويبكي هنداوي؟ وايه الفايده يا فوتني؟ ايه الفايده؟ تعال هنا اقول لك. لو ابعد عني بقى سيبيني. انا لا عايز اسال حد ولا عايز حد يسالني. مش بس تفهمني، شلب اعترف على نفسه ليه؟ حقيقي هو اللي عملها؟ شلبي انا مجهزه لك الحلاوه، هحلي لك بقك يا هنداوي لما لما ايه؟ قول لها انهم شنق وشلبي عشان ما تريحها وتحلي لك بقك. هما لسه يا هنداوي عايزين ايه بعد الاعتراف؟ ايه رايك؟ مش عارف. لا انا يهمني اعرف رايك. ان كان على القضيه هي بقت قضيه مستوفيه، وباين قوي ان سيادتك زنقت عليه، وبعد ما فضل ينكر لما تواجه باكتر من دليل وباكتر من شاهد اعترف. اظن القاضي اللي تروح له قضيه زي دي مستوفيه. لكن ضميرك نقفل ونحيله لمحكمه الجنايات؟ الكلام ده لو كنت انت تحب تخلص كل شيء فيها متساوي. لكن ضميرك متهيألي. ما هو لو كان أنكر بعد الأدلة وشهادة الشهود ما كنتش فكرت. تمام. أنا كمان. إيه اللي خلى شلبي ينكر التهمة عن نفسه من أول لحظة وفجأة يعترف؟ أنت سيادتك تفتكر إيه؟ واحدة من اتنين، يا إما لما تواجه بالأدلة خدها من قصرها واعترف. تمام، دي معقولة جدا. وجايز جايز يكون اعترف بدافع من الشهامة عشان ينجي حد معين شاف ان الشبهة هتحوم حواليه. اهي دي اللي انا كنت بفكر فيها. لسه ما شفناش حد يود نفسه المشنقه برجليه الا الجدع ده. اني بس نفسي اعرف هو اعترف ليه؟ حتى لو كان هو اللي عملها يعترف زي ناس. حد يندهلله على هنداوي؟ هو اللي يفطينا في الموضوع ده. انا دلوقتي بس قلبي برد، لكن لسه. لسه ايه يا ترى؟ التانية الغازية. ها جالي كلامنا الاولاني؟ تقدري تقولي لنا بقى مين اللي خلى الغوازي ورثه في ملك ابوكي؟ يا ناس انا مش مصدق، مش معقول ابدا يا عالم. فضلنا واحنا عارفين بالخبر مدارين عليكي لحد ما وروكي قسيمة جوازها في النيابة. ابدا، دي لازم سحرت له، لازم عملوا له حاجة يبنجوه ويمضلهم على القسيمة وهو مسحور. المسألة بسيطة، نجيب لك المأذون اهو اللي كتب كتابه عليها هو اللي كتب كتابه عليك. مش القسيمة دي هي الدليل واكبر دليل في الدنيا؟ لكن انا برضو مش مصدقة. يعني في حاجات يبقى عليها دليل والناس ما تصدقهاش؟ ايوه زي حكايتنا دي. امال اشمعنى حكاية شلبي عليها دليل ومصدقة؟ ما تكدبيها يا رخرة زي دي. احنا مش في شلبي دلوقتي. ايه اللي ناوية تعمليه مع ضرتك؟ هتسلميها الورث؟ ضرتي؟ انا ضرتي تبقى غازية بعد انت؟ هو احنا اللي عملنا كده ولا هو المرحوم؟ انا عايزة بس اشوف مين اللي هيديها شبر من الارض. بس اسكت احسن، ابوك جه. طيب انا من هنا ورايح هاخد حقي بدراعي.
مالها البنت دي؟ مفيش، دي بتجيب سيرة البت اللي هتورث معاها في الأرض. هنعمل لها إيه؟ ها؟ هو الحق فيه جميلة؟ مين السبب في اللي حصل لنا كلنا من الأول للآخر؟ مش هي؟ أما دلوقتي تعيط؟ خلاص. اللي ابني عنطرة يستحمل الدوس عليه. أنت عايز الحق؟ السبب في ده كله مش فتحية لوحدها. سبب الولاية العالمة اللي خلتك توافق على كل شيء. الجمل بما حمل. امشي الجمل من هنا. امشي الجمل من قدامي. تعيط أنت. هات لي أهل العزبة كلهم هنا. احنا قدامنا ايه دلوقت؟ ما قدامناش حاجة. اولا الست دي لازم تستلم مراسها. ما نشوف حد يشتريه ونبيعه ونخلص. مستعجل قوي. عاوز تاخدها معاك وتروحوا تفتحوا سيرك ومعاك 200 جنيه مهرها بالكامل من القتيل والمراس بتاعها. برضو يمشوا حركة. احنا مش في كده دلوقت. هو سبع البرومبا اللي اسمه طاهر بيه مش هيطلق الست زينة ونرحل؟ هي اللي طلبت منه الطلاق يا ادم محروس. لحسن ما كنتوش مصدقيني وكنتوا بتلوموني في حبها. عرفتوا ان نظرتي ما تجيش الارض ابدا. بس انا عمي متهيألي انها مدفوعه لك بخوف. نوسه انت جننتي؟ ده ما بتحبوش وتعمل عشان ده كله؟ لا يا ادم محروس، البت دي ساعات بتقول كلام حكم. المهم يا عم انا خايف عليك بعد سبع البرومبا ما قدم فيك البلاغ. ايوه يا حادق، بس بعد ما الاسم شلبي اعترف على روحه يبقى البلاغ اللي ضدي اتحرق. ملوش لازمه. ابدا، حتى لو كان ضد شلبي الف دليل، حتى لو سجل اعترافه على اسطوانات لانه كان بيحبها وضحى. هو اللي اقنع خاله عبد العظيم. صحيح هي ست زينات خلت عبد العظيم بيه وافق انه يكتب الارض باسم بنته وابني، لكن شلبي كان له دور. امال تفتكر اعترف ليه؟ اهدي معرفهاش يا سعاده البيه. وعلى كل حال هو اعترف النهارده، ويمكن لما يعرف ان المجرم الحقيقي وقع في الخيه وقدامه الادله ثابته هيرجع في كلامه. يعني انت مصمم على بلاغك ضد السيد جد الله؟ طبعا يا سعاده البيه. وكمان في حاجات جديده حصلت، البلاغ هيحتاج لتعديل علشان يبقى ضده وضدها. لازم في اتفاق سابق بينهم على اللي حصل. يمكن الست ما كانتش موافقه على طريقه القتل، لكن القانون بيعتبرها شريكه معاه في الجريمه. ليه بقى يا ست زينات لما قلت لك اني قدمت بلاغ للنيابه ضد سيد جد الله طلبت بعلو حسك انك تطلعي مني؟ حصل. ايوه يا بيه حصل. يا سلام، ده انا كانت على عينيا سحابه ما انزحتش الا بعد اللي جرى لابني. لكن في سؤال. نعم. لو هي عايزه تتخلص منك وتتجه له، كانت ليه بتستلف 5000 جنيه؟ لانه صايع يا بيه، ما حلتوش حاجه. ولو حصل اني طلقتها ولا هربت مني اهو معاهم القرش يصرفوا. يعني ايه؟ يبقى لازم نقبض عليها. اظن حتما. لا لا، بلاش القبض عليها. ليه بقى؟ ايوه، انا عاوز بس حراسه مشدده حوالين العزبه علشان هي ما تهربش وهو ما يفلتش لما يقع في الخيه، وانا اللي همسكه. انا متاكد ده اكيد، لانه لو عرف انكم قبضتوا عليها هيقايس على حياته. ده بيخافش من الموت يا سعاده البيه. بعدين يفاجئني ويقتلني وابقى انا وابني روحنا في شربه ميه. ده في نظير انه ياخدها مني يقايس على عمره. ده مجرم خطير يا سعاده البيه. لكن لما يعرف تفضل هي في قلب العزبه وهو يعرف انه تحت عينين البوليس، مش هيفكر الا في حاجه واحده بس، انها تهرب معاه. انت بتتكلم عنه زي ما تكون عجن وخبزه.
ايوه يا سعاده البيه، راجل مهددني في حياتي وفي بيتي، لازم استقصى عنه واجيب تاريخه من ساعه ما اتولد. ولما طلبت منك الطلاق؟ ما طلقتش يا سعاده البيه. الحقيقه هي كانت بالنسبه لي اغلى من حياتي وروحي، لكن دلوقت مش اتمنى بس ان اطلقها، اتمنى امشي بجنازتها. واللي تغلبه العب، لانها لو نويت تعمل حاجه هتبقى خايفه، لانها عارفه بذمه راجل رابطها ومسلسلها بس لحد ما نقبض على صاحبنا بواسطتها. بتقولي رايحه فين؟ ههرب، هنفد بجلدي. استني بس، امال انا ايه فايدتي في الدنيا لما كنتش ادور لك على الصالح؟ زهقت وكرهته، ما عدتش طايقها ابدا، وانا هروح عند خالتي محبات وهو علوانها معاك، اذا وحشتك تبقى تيجي تزورني. وانت لما تنوي هسيبك تسافر لوحدك؟ لا، ما هو انا لازم اكسب الوقت. اما يدبر لي تدبيره. ومين ده؟ طاهر؟ ده عينيه فتحت وبقى دي. يا شيخ وحد الله، الطاهر قال ده اهل العزبه زمان كانوا مسمينه خالي المات، وكانوا بيقولوها على ابن اللي راح، ده راجل منظر بس، انما ساحة الجد انا عبد العظيم يا زينات هاني، انا العزبه، انا الفلاحين كلهم. بس انا قلبي مش جايين ان انا امشي وانا فايتلك مشاكل ياما. انا ما فيش ورايا مشاكل، شالب اذا كان بريء هيطلع، والارض وبتحت والفلاحين انا اللي خليتهم يعرفوا ان لهم حق ويدوروا عليه، يعني ساحة اللزوم محدش منهم يقدر يحط معايا منطق. ايوه كده طمنتني. بس انا مش مطمن. انت ناسيه انك مراته على ذمته، يعني لما تهربي ويبلغ ضدك البوليس يجيبك من تحت الارض، الكلام ده اما تخلصي. ولو انا لازم اهرب من وشه. بقى ده كلام معقول يا رجاله؟ يجي اليوم اللي انا اتحمس فيه لشلبي ورجاله العزبه لا. يا طاهر بيه، الحكايه دي احنا لتنا فيها وعجلنا كتير. انتهينا في الحته دي الراي، البريء عمره ما يحصل له حاجه. بلاش كلام فارغ يا شيخ عتريس، انت راجل بتاع حضانه. بقى يا جماعه، بعد شلبي ما يعترف بعظمه لسانه انه هو القاتل، يبقى ايه اللي هيبرئه بعد كده؟ والمعروف في المحاكم ان الاعتراف سيد الادله. شوف يا طاهر بيه، احنا بنبص للحكاية من الالف، من الاول، من ساعة ما نزلت بلدنا الست جماعتك. عظيم، عظيم جدا. وبعد ما نزلت الست جماعتي في البلد؟ من فضلك لحظة. طب اكمل. بعد ما اكمل انا. يا جماعة، هضمت الشيخ عطريس لحتودي ولا حجيب؟ ما مال يا خي، العزبة كلها كانت ضدك في حال الاول، والعزبة خلصت منك ومن ظلمك، لا مؤاخذة لاني لا حياء في الحق. قول يا شيخ عطريس. العزبة ربنا فتح لها طريق جديد، واللي فتح لها الطريق مين؟ عبد العظيم. عليك نور. لكن استنى. اتفضل. عبد العظيم لم البلد وبقت حاجة ألاجة، عزوة وعمل ومكسب. اللي هد الحكاية دي كلها ايه؟ جوزت ابنك لفتحية بنت عبد العظيم. يعني باختصار نقول ان العزبة كانت زي ترابيزة، وانت قاعد في جنب والعزبة في الجنب التاني، والمعركة اللي بينا كانت زي ما نكون بنلعب كوتشينة والعزبة هي الكسبانة على طول. لكن حصل فجأة ان العزبة لما حرقت لك الواد اللي هو راضي، الظروف حرقت لنا احنا كمان الواد اللي كان في ايدينا اللي هو مين؟ شلبي. نبقى خالصين يا عم ونفضي اللعب وسيبنا نفكر في حالنا وندبر امورنا. يعني دم ابني وحياة ابنكم البريء شلبي تروح في عشرة هلوسة يا شيخ عطريس؟ العزبة ومصلحة ناسها ومستقبل أهله أهم من كل شيء حدانا يا طاهر بيه. وزي ما بيقول العطريس، إحنا بنبتدي الحكاية من ساعة ما إيه يا رجال؟ من ساعة ما خاب عبد العظيم. طيب أنا عندي رأي، وخدوني على عقلي يا رجال. نعم. ساعدوني اخلص شلبي، لان ضميري مش مساعدني
ابقى انا عارف مين اللي عمل العمله وهو بره، وشلبي اللي ينغرس فيها. هذا كلام بديع. طيب يا طاهر بيه، ما تحط اللي عملها في القضيه، ولما المحكمه يثبت لها كلامك يقوموا طلعوا شلبي. وهذا كلام ابدع. انا موافق، بس انا محتاج لمساعده العزبه ورجالتها. ازاي؟ ايوه، لان اللي عمل العمله كان قصده يهدم عيشي، يخطف مني سيدات ويطلعها مني وانا في حوسه ابني القتيل. وانتوا عارفين يا جماعه انا سافرت مصر علشان اقدم فيه بلاغ للنائب العمومي، والبلاغ اتحول هنا للمركز، والواجب علينا دلوقتي اننا نساعد البوليس انه يقبض عليه. هو هنا حوالين العزبه، هنا موجود، وانا متاكد من كده، وانا اللي همسكه بايدي. لكن بقى المصيبه الكبيره اللي لازم تعرفوها، ان الست زينات اعتبرت الاجراء اللي عملته دي فضيحه لها، ويهمها دلوقتي ان المجرم يفلت من ايدينا. طب انت مش راجل قد الدنيا، ها؟ ما تقطب رقبتها يا اخي. واعمل ايه يا شيخ عطريس؟ مصدرالي عبد العظيم بيه ومحتميه فيه. يعني دلوقتي عايز تخلص من مجرم ده، ولا عايز تخلص شلبي؟ من الاثنين يا ابو شلبي، حياتي متعلقه في الاثنين. المجرم الحقيقي ينحط في القضيه والبلد تخلص منه، وارض الميته مش هيحييها الا شلبي. اسلمها له، يضمها للجمعيه، يتصرف فيها زي ما هو عاوز. انا ملياش دعوه، يديني مصروفي بس، وانتوا ساعدوني اني ارجع لعشي، عشي الكبير ده. انتم اهلي، اهلي، وانا واحد منكم، وكفياني عبره ان ابني الوحيد اتقتل بسبب طيشي. وانا مستعد املككم حجه البيت والارض، وتبقوا انتوا الاسياد وانا التابع. لا، العفو، العفو، ده كلام كويس ده. طب ما تخلي شيء السعادي على ما نشاور بعض. ايوه، بس تردوا عليا النهارده علشان نعمل الترتيب اللي هنمسك بيه المجرم. سجاير مصر بتاع دي بانها ذهب. اتفضل. طيب، من يد من اعدامها. نكمل وبعدين. قبل دي المره الكامله اللي شفتني فيها دي المره الثالثه. اول مره كانت في القهوه بتاعتي، لما سمعت انا كده طراطيش كلام. كنت انا موجود؟ اظن لا، كان ناس غيرك، لكن لازم يكونوا من رجالتك. الغرض ناس من اللي ضد سيد جدل. ومره تانيه كان يوم الفرح، وكان عندي اوامر من السيد جدل ان محدش غريب ينزل عزبتنا، لكن انا بقى اللي طنشت. ليه؟ ده اللي كان يشوفك وانت واقف بتتبصص زي الصقر يقول عليك من اخلص رجالته. الحقيقه هو راجل جدع، بس فيه عيب واحد، ايده طويله ويا معجل ما يضرب. ازاي؟ يوه، ده انا شفت منه كتير واستحملت منه كتير. الراجل ده قبل ما ينزل بركتنا ما كانش فيه راجل يملى عيني، انما بقى وراه ناس وبتاع حيل. يبقى لازم تاخد بطارك منه. وانا عايش الا عشان كده. طيب لو قلت لك ان في رجاله تاكل الحديد معانا بعد ايه؟ بعد ما عملنا ترتيبنا انا وطاهر بيه وخلاص هنمسكه. طاهر بيه صحيح متغاظ منه، لكن هيعمل ايه؟ ما بقاله كام شهر اهو قاعد على قلبه، مفلحش معاه. هنفلح الدور ده. انت متاكد ان سيد لسه هنا؟ دي اكيد، لان طول قلاضيش وما هم هنا مش ممكن يسيبهم. بس انا خايف من حاجه واحده، لو هربت زينات هيهرب معاها. يبقى ما نضيعش وقت. ما هو بدري. اسمع ابو الدهب،
انا عايز منك حاجه واحده بس، حاجه واحده بس، واطلب اللي انت عايزه باشاره من بعيد، تقول للسيد جد الله هنا اهو. نعم، طلباتك اللي تقول عليه. 100 جنيه مقدم اهو، اتفضل ابعدهم بعدين. طب فرضنا ان خدتهم وما سالتش. فداك يا سيدي. طب رجع فلوسك، واذا ربنا قدرنا نبقى نطلب اللي احنا عاوزينه. لو تفهميني حبة بس يا فتحية. امال فين كلامي بتاع زمان؟ هي الناس تستوعظ من اللي يجرى لها ولا تركب دماغها وتعنيد؟ وحتعنيدي على مين؟ على روحي. انا لا يمكن اسلم البنت دي، خردلة من حق. عندك حق، ما بقولكيش لا، انما انا مش ممكن اسيب العزبة وانت فاهمة الدنيا غلط. انا والدي كذا كان عاجبني قراط، صبح عاجبني 24 قراط. كان لازم ما يوافقش على جوازك ابدا. هيعمل ايه بس؟ جواز وجوزك، فرح وما اتعملش لحد في الجوار اللي نواحينا، صلح وعفى عن كتير من اساءتهم للناس، ولوه ارض وكتبها لك انت وهو، يوم في الاخر يروح المرحوم راضي يكتب كتابه على واحده تانية. بلاش غازي، بنت ناس كبارات، لكن ده كان يصح؟ هو ده يعرف قيمه بنات الناس؟ انت يعني زعلانه؟ اكمننا كلنا كنا فاهمين وصح، وانت بس اللي كنت فاهمها غلط. يا ناس معلش معلش، يا ناس اعمل ايه بس؟ اعملي زيي فوقي. انا كان كل هم في الدنيا ان انا اكون صاحبه عزبه، وان يكون لي ملك جنون اكتر من جنون الحب، لكن انا دوست على الملك ودوست على صاحبه لما عرفت ان انا غلطان. طب يبقى بلاش بقى والنبي تسافري، وخليكي معاه اغضبي من عنده عندني. او النبي يا ابا بلاش تسافر. ما اقدرش، انا في خاطر ولازم اهرب. الوقت انا عايز اسمع جواب السؤال. العزبه دي لها كبير تاني غيري؟ انا اللي عاوز اسمع جواب السؤالات بتاعتي يا عبد العظيم. أرضك اللي عطيها للناس تديرها باسم الجمعية، كانت 50 صبحت 25، ده غير العشرة التانيين. لأن نص أرضك بقوا ملك إشي الغزية وإشي لورثة المرحوم جوز بنتك. اسمع يا أبو شلبي. اسمع أنت يا عبد العظيم، 5000 جنيه بتوع الناس كان زمان عرق الناس وشقاهم، بيشفطهم ظلما وعدوانا الراجل اللي اسمه طاهر. النهارده بيتعطوا لستات اغرب عنني وبيتحرزوا في القضايا. كل ده حصل منك ولا لا؟ وتركت العزبه وحالها وارضها ونزلت بحر الغرام ورحت اصطاد يا بصدوني. وبسببك الراجل طاهر حيطلق مراته بعد ما كنت راجل الاصول، تقوم على اخر الزمن تضيع العزبة وتضيع الأصول. كل ده ما يخليكوش تتفقوا مع طاهر ضدي. احنا لا معاك ولا مع طاهر، احنا مع مصايبني. العزبة كان فيها رجلين اتنين ماسكين لها أمورها، انت ودي انت شايف انت بقيت ايه، والولد المرمي في الحبس اللي رحت انت وبنتك شهدتوا عليه، ما فاضلش الا العزبه واهله. عايز مننا ايه؟ تبيعنا في سوق الندامه؟ والله عال ده انت كنت في جره وطلعت لبره. حق يا هو، مين فينا اللي كان في جره وطلع لبره؟ واخرتها يا ابو شلبي؟ اخرتها احنا قايمين نصلح الغلط ده كله من اوله لاخره. الفلوس عايزينها عشان نشتري من الغزيه اللي ورثته، والراجل اللي مهدد طاهر هنوقف له ونمسكه. وكفاية الولد الفالح ابني اللي راح اعترف بجريمة ما عملهاش وجازت ابني المشنقة. يا ناس يا هو، انا عايزكم تشهدوا علي، انا اللي قتلت راضي، انا اللي قتلت راضي. لكن شلبي، شلبي ما يندرش ابدا. انا يا ناس ماليش عوز، شلبي هو اللي يقدر يقوم بمصلحه العزب. لا هنداوي،
وانا رحت فين؟ شلبي ما حدش يبديه اللاني. طب احلف لكم بايه ما حد هيروح فيها اللاني وشلبي. شفت بقى يا عبد العظيم، شفت الروح الطيبه اللي انت عايز تضيعها بميلتك للشيطان؟ انت نايم في الغرام النني طاهر طاهر، قايم باخلاص يحط المجرم في العمليه عشان ما يخلص ابني شلبي. دلوقتي في حد معانا نقدر بقى نتكلم جد؟ مدام عملتوا كبار وغيرانين على الصالح للعزبه والناس، تقدروا تقولوا لي مين غير شلبي هو اللي قتل راضي؟ اذا كان فيكوا راجل ابن ابوه صحيح وراجل بيتفلحس بكلمه شهامه ومرجله، يقول انا اللي عملت العمله، ولا يقول فلان هو اللي عملها. سكت يعني؟ يبقى اكيد شلبي هو اللي عملها. عملها ما عملهاش انا اللي هروح بداله، يا كده يا اقسم بالله ما هخلي اللي عملها يتهن. ليه؟ ما تتكلم يا هنداوي، انت بعد القبض عليه وقعدت معاه اعترف ودلوقتي بتقول اللي عملها، انت عارفه؟ اني لا، بس هلبته عن يوم وتعرف. تمام التمام. وبعدين يا عم السايب؟ ولا قبلين، حقك هتستلميه بالقانون غصب عن عين ادخل تخين، ما كانش النهارده يكون بكره في ايها يوم. واحنا ايه اللي ضمن لنا انك لو رحت وراها هترجع لنا هنا تاني؟ لا يا بت، الكلام ده يتقال لراجل تاني غير السيد جد الله. ها أهلا محروس. نعمين يا عم. أنت هنا السيد جد الله طول ما أنا غايب، وصيتك نوسة، وصيتك البنات والرجالة، وصيتك محروس. اسمع علا. نعم. أنا ماشي بقى. ولا عاوزك إذا شفت اللي اسمه عبد العظيم تقول له لما انت مش قد الهوى ليه بس تعشق وتميل. لما انت مش قد ايه يا سيد؟ بس يا محروس، بس يا بنت نوسة، ها نقعد ونتكلم ولا نمشي؟ هي كلمة واحدة وتخلص مننا. إن أرجع لكم وأفوت اللي في دماغي. ولسه تقعد علشان إيه؟ ها؟ عشان مين؟ اللي جابتك الأرض هربت منك ومن قرفك. الكلام ده محدش له دعوة بيه. أنا السيد جد الله وهي هربت علشان السيد جد الله. وطاهر بيه لا هيعتقك ولا هيعتقها. طاهر بيه ده راجل خيخ، والإكرام اللي أنا عملته معاه كان كله علشان خاطر عيونها هي بس. اسمع سيد، علشان العيش والملح القديم أنا هديك دقيقة واحدة، دقيقة واحدة وتمشي معانا وأنت رجلك فوق رقبتك. يا كده يا الرصاص هينزل زي المطر. ما توافق بقى وتنفد بجلدك. تمشي يا عم معاهم فاكرين بقى لها صرفة. عشان خاطري يا عم سيد سلم روحك. عصام، انا مستعد افدي نفسي من الموت بس بشرط. ولا كلمة. طيب اذا كان ولا كلمة اتفضلوا اضربوا. قول. مستعد ارجع لكم بشرط اني اعرف مين هو العمده. ما هو مش معقول واحد يمشينا ويسيرنا وهو في علم الغيب. يا اخي
انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ وده وقته؟ اتهول وقتي. ارجع انت شويه طاهر بيه. كنت بتقول ايه يا سيد؟ اذا ما عرفتش مين هو العمده انا مش راجع. وتفضلوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه. لا سيبوه، هو معاه حق. العمده يا سيد اللي بيكلمك، اللي قدامك. اوامرك يا عمده. كل دول يتكتفوا من الحبال حالا.